أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. We welcome everybody to our weekly Monday night Khakim Maksudi Dhikr, inshallah. There have been a few requests for dua of shifa. Firstly, we make dua for the mother of Layla Sable, Imran Parker's mother-in-law, currently in hospital, not experiencing good health. May Allah grant her full shifa, inshallah, that she can be back home and back to her normal, joyful self, inshallah. Then we also make dua for Ibrahim Survey's brother, Dr. Survey, also currently in hospital, experiencing the best of health. May Allah also grant him full shifa, inshallah. And also for my mother, Suraya Romani, may Allah grant her also shifa. Also starting a new treatment program today to try and improve her lung condition. May Allah make it easy for her and also grant her full shifa, inshallah. We now cross to Sheikh, to Hazrat Mohabbat Ali Shah and Sheikh Yunus Moish to lead us in the dhikr. Because of our urs coming on Saturday, inshallah, the invitation will be extended later in the program. We will be having a slightly shorter dhikr, inshallah, to accommodate logistics planning that needs to take place. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ببركة الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أستغفر الله العلي العظيم وبحمده 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 حق لا إله إلا الله محمد رسول الله حق لا إله إلا
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرحت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد 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 لم يلد ولم يولد ولم يكن يا حي يا قيوم 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 يا معبود يا الله
يا معبود يا الله يا معبود يا الله يا معبود يا الله يا معبود يا الله يا معبود يا الله يا معبود يا الله يا مقصود 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 يا الله يا مسجود 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 يا الله يا موجود 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 يا الله يا مطلوب 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 يا الله مشهود يا الله يا 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 مشهود يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي نبي نور محمد صل على النبي صلوات الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي نور محمد صل على النبي صلوات الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي نور محمد صل على النبي صلوات الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي نور محمد صل على النبي صلوات الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي نور محمد صل على النبي صلوات الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي نور محمد صل على النبي صلوات الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي نور محمد صل على النبي صلوات الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله إلا 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 الله إلا
أغثنا يا رسول الله أغثنا
محمد يا مرتضى يا علي أجدا ومحمد مشكل مشاني يا مصطفى يا محمد يا مرتضى يا علي أجدا ومحمد مشكل مشاني يا مصطفى يا محمد يا مرتضى يا علي أجدا ومحمد مشكل قشاني يا مصطفى يا محمد يا مرتضى يا علي أجدا ومحمد مشكل قشاني يا مصطفى يا محمد يا مرتضى يا علي أجدا ومحمد مشكل قشاني يا مصطفى يا محمد يا مرتضى يا علي أجدا ومحمد مشكل قشاني يا مصطفى يا محمد يا مرتضى يا علي أجدا ومحمد مشكل قشاني گردے گردے یا مصطفیٰ گردے آنی حل کرو مشکل میرے مشکل کشانی گردے گردے یا مصطفیٰ گردے آنی حل کرو مشکل میرے مشکل کشانی گردے گردے یا مصطفیٰ گردے آنی حل کرو مشکل میرے مشکل کشانی گرد گرد یا مصطفیٰ گرد یا علی حل کرو مشکل میرے مشکل کشانی گرد گرد یا مصطفیٰ گرد یا علی حل کرو مشکل میرے مشکل کشانی گرد گرد یا مصطفیٰ گرد یا علی حل کرو سب امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل مشکل مشاری گرد گرد یا مصطفیٰ گرد آلی حل کرو سب مریدی کی مشکل مشکل کشانی گرد گرد یا مصطفیٰ گرد آلی حل کرو تبکی و سریا کی مشکل مشکل کشانی خیر گردانی بہت کے شانے جینانی الہی خیر گردانی بہت کے شانے جینانی الہی خیر گردانی بہت کے شانے جینانی الہی خیر گردانی بہت کے شاہ جیلانی 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 عظمی دینی شان الہی یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی المدد عظمی دینی شان الہی یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی المدد عظمی دینی شان الہی یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی المدد عظمی دینی شان الہی یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی المدد عظمی دینی شان الہی
يا ذا الفرج معين الدين تشتي على المكر خذ بيديه شهد النائي يا ذا الخالص لني شابا والمدد خذ بيديه شهد النائي يا ذا الكرامة لني شابا والمدد قل بيديه شهد النائي يا ذا المقصود لني شابا والمدد خذ بيديه شهد الله يا ذا المقصود أن شابا والمدد خذ بيديه شهد الله يا ذا المقصود أن شابا والمدد خذ بيديه شهد الله يا ذا القمر أن شابا والمدد خذ بيديه شهد الله يا ذا الخلي صفا والمدد خذ بيديه شهد لله يا حضرة السيد عبد الحق باوى المدد خذ بيديه شهد لله يا حضرة السيد عبد الملك باوى المدد خذ بيديه شهد لله يا كل أولياء المدد مولاي صلي وسلم دائما أبدا على كلهم الحمد لله منشر خلقي من عدم ثم صلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من العرب ومن العجم والحبيب شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليك يا رسول الله صلي على نبينا صلي على محمد
كريمنا صل على محمد صل على شفينا صل على پھر کے گلی گلی تبا تو کر سب کی کھائی کیوں پھر کے گلی گلی تبا تو کر سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبی علی صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جا جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی غریبنا صلی علی تو رضا نرا
بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب شفینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ جیلانی جیلانی شاہ جیلانی شاہ جیلانی شاہ جیلانی عبدالقادر جیلانی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا یا شہ جیلانی شہ جیلانی شہ جیلانی عبدالقادر جیلانی تسلی دی غلاموں کو مری نعت کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا شہ جیلانی عبدالقادر جیلانی اگر پر جائے چوروں پر نظر اب ڈال ہو جائے ذرا دیکھے کوئی شان کرامت غوث اعظم کا یا شہ جیلانی شہ جیلانی شہ جیلانی عبدالقادر جیلانی جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا یا شہ جیلانی شہ جیلانی شہ جیلانی عبدالقادر ہماری آج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری آج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ڈال دینا کا کس کا غوث اعظم کا شہ جیلانی محبوب سبحانی شہ جیلانی
عبد القادر جیلانی جیلانی شاہ جیلانی محبوب سبحانی شاہ جیلانی عبد القادر جیلانی تیرا دربار اعلی ہے تیرا دربار اعلی ہے خواجہ پیا گنبد نور دیکھو تو اس کو پا لیا اب ہمیں اپنے دامن میں چھپا لیجئے اور خواجہ پیا اپنا بنا لیجئے تو ہے سب کچھ میرا میں غلام آپ کا اب تو کر دو کرم خواجہ ہند الولی سارا ہند میں خواجہ قادیا جل رہا کفر کا وہ اندھیرا بجھا کر دیا اپنا دل میں بھی خاص ایک جگہ رکھ دیے میرا دل میں بھی خواجہ جلا دیے میرے خواجہ کا جلوہ محمد کا جلوہ میرے خواجہ کا جلوہ محمد کا جلوہ اب تو کرے تو کرم اے نعیم تم نے دور سے کلام لکھا اور خواجہ پیا سے فریاد سنا اب ہمیں بھیک دو خواجہ عثمان کا تیرے در آ گیا آپ نے بلا ہی لیا میرے خواجہ پیا تیرا بہت شکریہ میرے خواجہ پیا تیرا بہت شکریہ اب تو کرے دو کرم خواجہ ہند الولی تیرے دربار اعلی تیرے دیر در پہ گدایا تمہارے لیے ایک نظر کرم خواجہ ہند الولی زندگی بن گئی آپ کے دید میں اب تو کرے دو کرم خواجہ ہند الولی بے خود کی ہے خود کی دیتے ہیں انداز ہی جا پانا عادل میں تجھے رکھ لو یا سید ملک شاہ عادل میں تجھے رکھ لو یا عبدالحق قادری یا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانا بس اتنا کرم کرنا اے نرگس مستانا جا
جب جان لبو پر ہو جب جان لبو پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں اور دنیا میں مجھے تم نے دنیا میں مجھے تم نے گھر اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے گھر اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ یہ ہے میرا دیوانہ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساکی ہو اجمیر کا ساکی ہو اور بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساکی ہو بغداد کا میں خانہ بیدم بیدم میری قسمت میں بیدم میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے بیدم میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوانا عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوانا عادل میں تجھے رکھ لوں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين إلهي بحرمة إعراز ونياز حضرت سلطان الأنبياء عبد القاسم أحمد مختار رسول هاشم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم إلهي بحرمة إعراز ونياز حضرت أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي ابن أبو طالب كرم الله تعالى وجهه إلهي بحرمة إعراز حضرت امیر المؤمنین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت امیر المؤمنین امام حسین شاہدانی دشت کربلا بی سبیل اللہ وجہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت امیر المؤمنین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت امیر المؤمنین امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت امیر المؤمنین امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت امیر المؤمنین امام محمد موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت امیر المؤمنین امام علی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ معروف کر کے قدس اللہ سرہ العزیز
إلهي بحرمتي يا زنيات هذا الخاجة شيخ سيسي أو تنسك تقدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا الخاجة شيخ قاسم جنيد بغداد قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا الخاجة شيخ أبا بكر عبد الله شبلي قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا الخاجة عبد الفضل عبد الواي جنبي قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا الخاجة شيخ عبد القرا يوسف ترتوسي قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا شيخ عبد الحسن قريشي الأذكاري قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا الخاجة شيخ أبو سعيد بن مبارك مخدوم قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات سيد سادات سيد شام محبوب سبحاني قلب رباني ميرا محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني وغيرا قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ماجن العشق والإرفان ميرا سيد تاج الدين عبد الرزاق قادري قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا بيساني نسج محي الدين قادري جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا عارف بالحسين محمد خيلاني قاضي قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا سيد حسين قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا سيد محمد أحمد سالمان قاضي قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا سيد أحمد ساني قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا سيد مقتدى قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا سيد حسن الحسين قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا سيد علي شير خدا قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا سيد منتقب الدين قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا سيد باوا شاه شير يزدا قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا سيد محمد إسماعيل قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا سيد أسد الله فشاه محمد قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا قطب الأقطاب شمس الأرض الملة ودين غريب نواز سيد نور الدين نور الأقرب بير طاشا قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا سيد باوشا شهيد قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا سيد ثاني بير طاشا قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات ميرا سيد باوشا قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا عارف بالله وسمت خلق بايلوس يا زم نور الدين سيد باشا قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات هذا ميرا سيد دلدار علي شاه قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات حضرت حاجي سيد محمد خاكسر علي شاه قاضي كليان وجيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات حضرت كرامة علي شاه خاكي قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات حضرت مقصود علي شاه خاكي قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات حضرت مقصود علي شاه خاكي قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات حضرت مقصود علي شاه خاكي قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات حضرت بيضا مرشد كامل علي شاه خاكي قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز إلهي بحرمتي يا زنيات حضرت بيضا مرشد علي شاه خاكي قاضي جيلاني قدس الله سلام لزيز فنافل انوار کا درجہ عطا کر اپنے ذرہ کو ملے خاکی کو یا رب کچھ تیرے سرکار کا صدقہ فنافل انوار کا درجہ عطا کر اپنے ذرہ کو ملے خاکی کو یا رب کچھ تیرے سرکار کا صدقہ فنافل انوار کا درجہ عطا کر اپنے ذرہ کو ملے خاکی کو یا رب کچھ تیرے سرکار کا صدقہ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد.
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشفي
اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وانزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم اتب بالقلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها وقول أبصار وديائها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم هذا المسلمين في تركه في سريع في فلسطين في في كل مكان ربنا قبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون غرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما وعلى تعالى في شأن أبيب محبرا وآمرا قولا كريما إن الله وما ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه بارك وسلم اللهم رحمة على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وكفنا السيئات يا مولانا يا رب العالمين اللهم افتح لنا بالخير يا الله واكتب لنا بالخير يا الله واجعل واجب امورنا بالخير يدك الخير انك على كل شيء قدير يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله عزنا قولنا اننا في بغل هم مغرق خذ يدي سهل لنا اجعلنا يا رسول الله فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بفضلك تعالى